احنا النهارده هنبدا في جرائم التعدي على النفس بظروفها المشدده، وهنقول جنايه من الواقع العمل اللي موجود. الجنايه دي فيها ظروف مشدده، فيها سبق اصرار، فيها اقتران، فيها اتفاق. الظروف المشدده دي اللي بتغير الوصف والكتب بالنسبه للواقع، بتبقى النيابه بتطلب فيها تطبيق اكثر عقوبه اذا تصل للاعدام طالما في سبق اقتران او في اقتران. حتى لما في سبق اقتران وفي اقتران، جنايه بجنحه او جنايه بجنايه، بيبقى فيها برضو الاعدام. يعني لسه حد بيسال السؤال ده، وانا قلت الكلام ده مليون مره. قلت الامتحان من المحاضرات مش من المذكرات. قلت الكلام ده، قلت الكلام ده كتير. يعني معنى كده الناس اللي بيسال السؤال ده بقى ما بيجيش معاها. احنا شفنا الدوره اللي فاتت امتحانات، واحنا رحنا كل النقابات الفرعيه على مستوى الجمهوريه امتحاننا زي ما هيك هناك. يعني الدوره الاولى زي الدوره الثانيه، انما المذكرات، مذكرات اللي انتوا خدتوها الملازم دي اللي هي في الاول خالص، فاهم؟ معاكم ايه؟ الامتحان هنا اهو، الامتحان هنا. مال حضرتكوا فين؟ الامتحان هنا. ها؟ لا احنا عايزين نبدا، عايزين نبدا. سيبوني من الكلام الجانبي ده، مش عارف. ده فعلا انت من حقكم والله. طبعا احنا النهارده معانا قضيه قتل، قضيه قتل فيها اثنين مجنى عليهم، يعني توفوا برحمه الله. فيها ثلاث متهمين، ازاي بدات والاجراءات اللي تمت فيها لغايه ما اتحالت لمحكمه الجنايات، والدفاع اللي كان حاضر ومع المتهمين عمل ايه. فالواقعه دي هقولها لان حضرتك بتقول انه في يوم كذا محضر بيتفتح، محضر جامع السودان بيتفتح في القسم او في المركز. بيقول تبلغ لنا من احد المواطنين من مستشفى كذا بوصول جثتين اسرى اطلاق اعيره ناريه عليهم، فوصلوا الى قسم الاستقبال وتوفوا. يبقى انا عندي هنا في البلاغ راح الاسم، الضابط المنوب استلم البلاغ وقال ان في اثنين مقتولين و موجودين في، انتقل على الفور الضابط للمستشفى اللي فيها المبنى عليهم اللي هم المتوفين. وطبعا عمل بالنسبه لهم معاينه كده في الاول، وشاف ايه سبب الوفاه. لا طلقات طبعا موجوده، واثار الطلقات لان كان طلقات اسلحه عليها بغزاره. ووصفهم وقالوا احنا وبمناسبه وجودنا في المستشفى تقابلنا مع والدي المبنى عليهم. يعني لا الابهات بتاع الناس اللي مبنى عليهم اللي اتقتلوا، فسال الاول يعني اسمي كذا، قال له علاقتك بدي، قال لي ابني انت ايه اللي حصل؟ قال له والله انا ما كنتش موجود. طب هات شهاده واقعة قتل المبنى عليه ابنك واللي معاه؟ قال لا. قال له طب امال انت عرفت ازاي؟ قال له انا عرفت من الناس. قال له بتتهم حد؟ قال له اه. وحدد اسماء متهمين ثلاثه. خلي بالك، حدد ايه؟ اسماء المتهمين الثلاثه اللي قاموا بقتل المبنى عليهم الاثنين. ده الاب. ومحضر جمع الاستلام في المستشفى.
الاب الثاني لما جه يتسال برضه علاقتك بالمجني عليه قال له ابني. قال له طيب انت شهدت الواقعه؟ قال له لا مش شهدت، انا سمعت من الناس، الناس قالوا لي. طيب انت بتتهم حد؟ قال له ايوه انا بتهم، وحدد اسماء المتهمين الثلاثه اللي حددهم الراجل الثاني اللي هو ابو المبني عليه الاولاني. يبقى انا هنا عندي ايه؟ بلاغ وصول جثه المستشفى. الضابط شوف الاجراء بقى، الضابط قام متلقي البلاغ قام انتقل للمستشفى وعاين الجسامين المبني عليهم وتقابل مع والدي المبني عليهم وسالهم اقروا ان المتهمين اللي هم تعدوا على اولادهم حددوهم بالاسم، ثلاثه اسمه كذا كذا والتاني اسمه كذا، ثلاثه، وحددوا محل اقامتهم فين. خلاص يبقى انا عندي لغايه دلوقتي وقعه قتل الفاعل فيها معلوم واللي اتهموا اهالي المبني عليهم. بس خلي بالك حاجه، لما الضابط سالهم هل شهدت وقعه مقتل نجلك؟ قال لا انا ما كنتش موجود، انا سمعت من الناس. سمعت من الناس يعني هو مش شاهد وقعه، هو مش شاهد وقعه، لكن هو حدد المتهمين. قالوا طب انت بتحب انت بتحدد دول ليه يعني؟ قال له عشان في بيننا وبينهم خلافات قبل كده، فيه بيننا وبينهم خلافات قبل كده، وانا بتهمه ان هم تربصوا لابني وضربوه والكلام ده كله. طيب لغايه هنا في مبنى عليه، في متهم، في المبنى عليه بيتهم المتهم، بس لغايه دلوقتي ما فيش دليل اسناد على صحه كلامهم، لانه بيقول لك في خلافات. خلافات مش مشكله خلافات، انما هنا لابد ان يكون شاهد رؤيه، شاف الواقعه وكان موجود على مطرح الواقعه وشاهد المتهمين وشاهد المبنى عليهم وشاهد المتهمين اثناء اطلاق الاعيره الناريه اللي اصابت المبنى عليهم واودت بحياتهم. هي الاتهام، هي ده الاتهام، انما على كده ما مش هيمشي. طيب بعد كده الضابط عمل المحضر ده وخد اقوالهم وعرض الامر على النيابه. الناس معدل. فالواقعه كانت يوم 26، يوم 27 الضابط جاب شاهد على كلام الشاهد، لكن لما الشاهد جه راح القسم طبعا، الكلام ده كلام مش مستحيل يعني، وقال قابل الضابط وقال له انا جاي اشهد في قضيه القتل اللي كانت امبارح. قال فتح محضر، اسمك، سنك، بتشتغل ايه، ممكن فين، معلوماتك عن الموضوع ده ايه. قال له انا كنت واقف في البلكونه بتاعت بيتنا، والبيت بتاعنا على البحر، وانا واقف في البلكونه شفت المتهمين جايين من البحر راكبين مركب، ثلاثة متهمين، ولما وصلوا لغاية الشاطئ الاتنين المجني عليهم كانوا موجودين في المزارع في أشجار أيا كانت الأشجار بقى. خلي بالك الأشجار دي الكثيفة دي الرؤية فيها بالنهار بتبقى يعني مش واضحة أصلا يعني. والواقعة دي كانت الساعة 10:30 بالليل. 10:30 بالليل. طيب خلينا في الشاهد اللي قال أنا كنت واقف في البلكونة ولقيت الناس دول جايين مركبين مركب ووصلوا الشاطئ اللي ناحيتنا، وأول ما وصلوا الشاطئ أطلقوا عدة أعيرة نارية على ناس كانت موجودة في الأشجار دي. طيب الظابط طبعا بيك أنت شهادة. قال له طب يعني انت شفت المجني عليهم؟ قال انا شفتهم لما ضربوا نار، وبعد كده انا
تحققت من شخصية المتهمين وعرفتهم وقال أسمائهم زي ما أولياء زي ما والدي المجني عليهم قال فلان وفلان وفلان ثلاثة. أنا عندي الأسماء بس مش هقول ثلاثة. يبقى هنا الشاهد حد الثلاث متهمين فلان وفلان وقال كل واحد منهم كان معاه بندقية آلي وأطلقوا أعيرة نارية بكثافة. ولما ابتدوا خلصوا الضرب النار وابتدوا يمشوا أنا نزلت من بيتي علشان أشوف في مكان إطلاق الأعيرة النارية ده لقيت اتنين مجنى عليهم بينزف دم بغزارة من أثر إطلاق الأعيرة النارية. ايه كلام مين كتب ده شاهد؟ قال له تعرف المجنى عليهم؟ قالوا لا انا ما اعرفش بس اعرف المتهمين. ماشي. خد منه الكلمتين في محضر جامع السجلات برضه وعرض على النيابه. النيابه سالت اللي هم والدي المجنى عليهم قالوا نفس الكلام. قالوا احنا ما شفناش والناس قالت لنا واحنا التنتين دول عشان في خلافات بيننا وبينهم وطار وحاجه زي كده. طيب جابت الشاهد خلي بالك الشاهد في محضر جامع الاستدلال قال ايه؟ قال انا كنت واقف في البلكونه وشفت الناس وهم جايين في البحر وكانوا ثلاثه وكل واحد معاه بندقية آلي وشفتهم بيدقوا العيارة النارية ونزلت في المكان لقيت المجنى عليهم وكان الدم بينزف منهم. طيب لما راح النيابه النيابه بتسال بقى بياناته معلوماتك ايه؟ خلي بالك قال انا كنت واقف على البحر شاطئ البحر على جسر البحر ماشي؟ خلي بالك وبعدين شفت الناس دي متهمين وقال عليهم يعني الصوره اللي انا عملناها دي واطلقوا عيره نيه على الناس اللي في الشجر في الاشجار في الزراعه دي وبعدين انا رحت شفتهم ولقيت الروايه اللي قالها. طيب قال له انت المسافه كانت بينك وبين المتهمين قد ايه؟ قال له 40 متر. 40 متر ماشي. خلي بالك الساعة 10 بالنص بالليل و40 متر وفي البحر والمسافة دي فيها كلام. المسافة دي فيها كلام ماشي. يبقى هنا أنا وخلي بالك ده شاهد الإثبات الوحيد ده شاهد الإثبات الوحيد في القضية دي ولذلك حديثه المفروض في محضر جامع الاستدلالات وتحقيقات النيابه في المحكمه يبقى صوره واقعيه ما يختلفش فيها في كلمه خالص لانه كان موجود وشاهد واللي شاهد واقعه لا يمكن ينسى الحدث ده مدى حياته لغايه ما يموت لانه وقع عاشه بكل جوارحه بقى شافه بعينيه وسمع بودانه وتعايش معاه لانه مركز قوي في الحدث اللي بيضرب والطلعه جت فين وجت في مين وضرب قد ايه والمجنى عليه فين وبيضرب كان بيضرب وهو واقف ولا هو قاعد المستوى بيضربه في المواجهه هم في الواجهه مع بعض او هو في جنبه او بيضرب من ورا كل دي امور دقيقه لازم هو اللي يوصفها وهو اللي يعيشها وهو اللي يقولها وهو اللي يقولها. طيب لما النيابه سالته وقال الكلام ده وابتدى النيابه تقرير الطب الشرعي جه فالنيابه خلاص القضيه طالما تقرير الطب الشرعي جه والقضيه تكمل التحقيق ما هي كده تكمل التحقيق لان فيها شاهد واحد بس والضابط اتسال كشاهد والوالد ده المجنى عليهم اتسالوا برضه كشهود لكن دليل اسناد موضوعي وقانوني هو شاهد الاثبات ده وحيد هو ده. بعد القضيه ما التقرير الطب الشرعي جه النيابه حالت القضيه ل
امر احاله وادله ثبوت واحاله محكمه الجنايات. طيب قضيه احاله محكمه الجنايات محكمه الاستئناف المختصه حددت الجلسه وراحت محكمه الجنايات المختصه. لما راحت محكمه الجنايات بقى اتحدد جلسه، خلي بالك لم يتم ضبط اي من المتهمين الى ان تم احاله الدعوه الى محكمه الجنايات. ده مهم جدا، خلي بالك. وانا هقول لك في الاتهامات دلوقتي، في سلاح ذخيره استعمله في الحادث، ده كله موجود 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 على الواقع، لان الواقع كده يعني المجنى عليهم والآلة المستخدمه معروفه وكل حاجه اللي انا قلتها لي. طيب لما القضيه اتحلت في محكمه الجنايات جت جلسه طبعا وحضر المتهمين، انا كنت في القضيه دي، فجم وكلوني وقالوا لي في كذا كذا وجابوا نسخه القضيه، فقلت لهم يبقوا تحضروا الجلسه، وما ينفعش لازم تحضر الجلسه، تحضروا. فحضر الجلسه، لازم القضيه دي بقى تتحقق في المحكمه، لازم القضيه دي تتحقق في المحكمه. ليه؟ لان انا عندي شاهد شهادته مش منزهه، مشوبه بالغموض، ما بتقولش حقيقه، فلازم تبحث فيها بقى. القضيه دي لازم تتحقق في محكمه الجنايات، لازم اجيب الشاهد، لازم اجيب المجني عليهم، لازم اجيب استعلم من مستشفى مين اللي وصل الجسامين دي، عربيه الاسعاف اللي جابت الجسامين دي رقمها ايه والسائق بتاعها مين، كل ده لازم تستعلم عنه، ولازم تشوف الشاهد ده بقى تدعبس وراه. لانه لما قال في الروايه الاولانيه انه كان واقف في البلكونه وشاف الاحداث دي وحكاها، وجي لما راح النيابه قال روايه ثانيه، قال ده انا كنت ماشي على الارض على الشارع وشفت. يبقى الحدث ده وهو في مضمون الدليل في الشهاده لا لازم يتحقق، يبقى الشاهد ده مش مظبوط. لانه لما يقول ان انا كنت واقف في البلكونه بتاعت بيتنا، يبقى البيت بتاعه ده فعلا في المكان ده وفي المكان اللي كان بالقرب من مكان الحادث، وكان وجوده طبيعي مش عرضي لانه واقف في بيته البلكونه. فالموضوع ده ابتدينا نحضر اول جلسه، فنشوف بقى النيابه ايه الاتهامات اللي واجهتها ليه، عشان نبقى احنا ماشيين على ايه؟ على صح. اي النيابه قالت ايه بقى؟ خلي بالك ده بقى ايه؟ القيد والوصف، القيد والوصف بتاع النيابه اللي بتحيل بيه لمحكمه الجنايه. ماشي. هنا المتهمين ساعه الاحاله كانوا هاربين، هربانين مش موجودين، فالنيابه حالت المتهمين وقالت انهم هاربوا، قالت لانهم في يوم كذا بدائره مركز كذا. انا بقول لك ايه امر الاحاله بيبقى ايه؟ بيبقى هنا فوق امر احاله في القضيه رقم لسنه كذا مركز كذا المقيدة برقم كذا لسنة 2000 وكذا كل شمال. خلي بالك الجنية بتاخد رقمين، وزي يكون عندنا بتاخد رقمين، رقم جناية المركز أو الاسم، ولما بتتحال بتاخد رقم كل شمال أو كل جنوب، اللي هي إيه؟ النيابة الكلية. وبنقول بعد مطالعة الأوراق بقى الإحالة بتبقى من المستشار المحامي العام. حالة بتبقى من المستشار المحامي العام، اهو المستشار فلان المحامي العام الاول، تتهم النيابه العامه، اهو خصمه تتهم النيابه العامه،
المتهمين، بتقول لي اسماء المتهمين ليه بقى؟ لانهم في يوم كذا، دي اي بيان يسقط فيه دي بقى ياثر على لانهم في يوم كذا بدائره مركز كذا، ده الاختصاص المكاني والمحلي حافظ الكلام. عملوا ايه بقى؟ قتلوا المجني عليه وقالوا اسمه بأبيات النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين بندقيتين آليتين وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه. خلي بالك أنا مش بقرا كلام، أنت هتقول بقى الكلام ده قصد النيابة منه إيه؟ وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبهم وابل من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التجريحية والتي أودت بحياته، يعني مات، التي أودت بحياته. على النحو المبين بالاوراق، خلي بالك بقى اللي جاي داخلين في الاعدام اهو. وقد اقترنت تلك الجنايه، قد اقترنت تلك الجنايه بجنايه اخرى، وانه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر. قتل الدين بر المجني عليه، وقال اسم المجني عليه الثاني بقى ياته النيه وعقل العزم زي ما انا قلت في الايه؟ في الاتهام الاولاني. بعد كده في الاتهام حازوا واحرزوا سلاحين ناريين مشخشنين مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، سلاح الاله، او احرازهما وبندقية اليتين. حازوا واحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر والذي لا يجوز الترخيص به. يبقى بناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا جناية مؤسمة بالمواد اللي هي موجودة دي، عايزين اقولها لكم. وبعد ارتكبوا الجناية المؤسمة بالمواد 230 و31 قدر عقوبات، والمواد 61 و26 فقره 1 و4 من القانون 394 المعقد بالقانون رقم 101 زائد 1 زائد 80 و165 زائد 81 والمرسوم بقانون 6 زائد 2012. خلي بالكم المرسوم ده اللي خاص بالاسلحه، اللي يمن خاص بالاسلحه، من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار من وزير الداخليه رقم 13354 سنه 95. قال ايه بقى النيابه بعد لذلك؟ وتطلب النيابه ايه بقى؟ لذلك اولا نامر باحاله القضيه الى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه الاستئناف لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة السبوب مع سرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة احتياطيا على ذمة القضية. ثانيا إعلان المتهمين بأمر الإحالة، بأمر الإحالة لازم يعلم به المتهمين. ثالثا إرباط صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين سواء بتاعته. رابعا ندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين. شوف القانون يعني ده امر الاحاله، ندب المحامين اصحاب الدور اجباري، ندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين اللي هم ما معهمش محامين. طيب كده احنا النيابه هيبقى الواقع وحياتها للمحكمه. جينا لما جينا نحن حضرنا بقى، وانا عايز اقول بقى ببدا قضيتي ازاي. بدات قضيتي ان انا ابدا اجيب الناس اللي انا عايز اسالها في المحكمه. طلبت من المحكمه شاهد الاثبات الاول، طلبت والدي المجني عليهم، طلبت الاستعلام من مرفق الاسعاف عن السياره الذي اقلت المجني عليهم في يوم كذا وتم نقلهم لمستشفى كذا وكذا، اسم المسعف اللي هو نقل الناس دي. صرحت للمحكمه، طبعا صرح المحكمه للدفاع ان انا اجيب الشهاده دي.
المبنى عليه شاهد الاثبات انا طلبته يا المحكمه هتجيبه. طلبنا من استعلام عن صحيفه الحاله الدنيه بتاع المبنى عليهم، وجبت وطلبت من المحكمه التصريح باستخراج شهاده من الوحده المحليه او الجهه المختص لبيان ان المنزل المملوك لفلان الفلان الشاهد ده مكانه فيه في المكان ده او ليه محل اقامه ولا ملوش. المحكمه صرحت، يبقى المحكمه صرحت لي بالاستعلام عن محل اقامه الشاهد، المحكمه صرحت للدفاع بالاستعلام من مرفق الاسعاف عن السياره التي اقلت المجن عليهم ونقلتهم للمستشفى باسم المسعف، وطلبت الشاهد وطلبت النادي. المحكمه اجلت وقالت لجلسه كذا وعلى النيابه احضار شهود الاثبات، وصرحت الدفاع بالطلبات اللي احنا قلناها. طبعا جه شاهد الجلسه المحدده بقى، جه الشاهد وجه المجني عليهم اللي هم اولياء الامور. طيب سمعنا الشاهد قال ايه؟ الشاهد لما خلي بالك الشاهد لما عشان اقول لك لما حاسه الدفاع الصادقه بتبقى مهمه جدا وبتغير كل صوره الدعوه. ليه؟ لان انت بتبدا بشاهد الاثبات الاولاني اللي هو حامل لواء الاتهام اللي هو دليل وهيبقى سند الاتهام ده بحسب جه المحكمه. بقى لما جه المحكمه ابتدت المحكمه تسال وانا اسال والدفاع يسال. طبعا المحكمه بتاخد بياناته وبتقول له يعني معلوماتك ايه؟ الواقع انت كنت موجود في الواقع، معلوماتك عن الواقع. قال بقى ايه؟ قال انا ما شفتش الواقع دي. خلي بالك خلي بالك بقى اهو خلي بالك كلام انا بزوري. قال له احكي لنا اللي حصل ايه؟ قال له انا ما شفتش الواقع دي. قال له ما شفتش الواقع دي؟ طب انا اسالك سؤال زي. هل شاهدت واقعه قتل المجني عليه فلان فلان وفلان فلان والمتهمين فيها المتهمين دول؟ قال له لا. قال له أنا. ما انت قلت كده ازاي؟ انت ايه اللي قلته ده؟ في النيابه ده انت قايل في النيابه وقايل في الشرطه. قال له انا في يوم الواقعه دي انا كنت قاعد على القهوه ومعايا مجموعه من اصحابي ولقينا عربية شرطة جاية وفيها خمس ضباط ونزلوا خدونا من على القهوة وخدونا على الاسم وبعد كده دخلوني هو بقى الشاهد الحبس كده. طب دخلوك الحجز من غير حاجة؟ لا دخلوني الحجز انا مش كده دخلت الحجز. المهم قال له طب قول لنا بقى سيبك من حجم سيبك من الكلام ده كله، ايه اللي حصل بقى؟ قال له بعد كده الظابط جابني وفتح محضر وقال لي انت هتقول واحد اثنين ثلاثه. انت كنت موجود وشفت الواقعه دي وقلت الكلام ده. فطبعا ظابط مباحث والواد برضه شاب لسه وهتقول طبعا انتوا عارفين ان الحاجات دي بتحصل، ده في اعتراف بيبقى المتهم بيعترف يعني. المهم قال انا قلت كده. هو كتب وانا مضيت الشرطه. قال له طب في النيابه انت قلت في النيابه ليه؟ طب الظابط مضاك؟ احنا عارفين. طب انت قلت في النيابه ليه؟ قال له الظابط كان معايا وهو اللي خدني الاسم ووداني للنيابه بالليل وقال لي هتقول ده وبعد كده لو غيرت انت كده كده جاي معانا. طيب طبعا المحكمه كتبت كل ده وكتب ان هو اقره ان هو حكى وان الظابط حصل كذا كذا وانه اكرهه وان الشهاده امليت عليه والكلام ده كله. لما جه يروح المحكمه لما المحكمه طلبته بعد فتره
فالمفروض اللي بيجيب الشاهد ده مين؟ النيابه بتبعت الضابط بقى تقول له هات لنا الشاهد ده وهات الشهود دي عشان لجلسه كذا المحكمه تبقى. فلما الضابط راح يجيبه قال له انت رايح تمشي قضيه معروفه، قال له تعالى انت هتروح تشهد في القضيه كذا كذا محكمه تبقى. اوعى تغير كلمه قلتها في التحقيق بتاعي. قال له ماشي. قال للنيابه الكلام ده. ولما جيت هو الضابط خدني وبيتني عشان اجي النهارده انا جاي من اسم على المحكمه. وقال لي في كذا كذا في المحكمه ما تغيرش الكلام. طبعا المحكمه خلي بالكم بتكتب كل صغيره وتقول لك ده شاهد. وشاهد اساسي في الدعوه. وشاهد اثبات. والامور لازم وزي ما انا قلت قبل كده المحكمه هي الجهه الوحيده التي تضفي القيد والوصف على واقعه الدعوه. وهي اللي بتحقق الواقع من اولها، وهي اللي بتستاجل، وهي كل حاجه. يعني العبره بالتحقيق التي تجريه محكمه المرجع. طيب بعد كده لما اتسال وقال الكلام ده، كل الكلام ده ثبت في ايه؟ في محضر الجلسه ومعانا محضر الجلسه. طيب اتسال نفس اولياء الامور دول اللي كانوا موجودين نفس الكلام قالوا لان اولهم ما شافوش. قالوا بس احنا هم مدعين مدني. قالوا بس احنا الناس دي احنا ما شفناهاش بس بنتهمها. فرئيس الدائره قال له انت بتتهم ولا بتتهمش؟ انت عشان تقول انا بتهم يبقى انت شفت. حد هات شهادة واقع مقتل لك فلان وفلان وفلان. والسؤال الثاني هقول لك دول المتهمين اللي كانوا موجودين وانت شفتهم؟ قالوا لا انا سمعت. انا بتهم عشان في خلافات لكن انا سمعت لكن ما كنتش موجود. خلاص. الاستعلام اللي جه من الوحده المحليه قال ان الشاهد ده محل الاقامه ده بتاعه مش موجود في المكان ده خالص. رسمي، دليل رسمي اهو. دليل رسمي ودليل مادي. الاسعاف لما جه انا لما رحنا بعتنا جبنا استعلمنا من الاسعاف تنفيذا لقرار المحكمه رد على المحكمه وقالوا ان احنا ما نقدرش نحدد رقم عربيه الاسعاف اللي جابت المجني عليهم ولا اسم المسلم. ما هو المحكمه بتستعمل لازم يرد رد صح. قال لك هم جم المستشفى باسم الاستئجار بس احنا ما نعرفش رقم الصدار اللي جابته ولا اسم المسلم. دي اصبحت كل دي من ضمن الدفاع والدفوع اللي موجوده فين؟ في المحكمه. شاهد اثبات غير قال الحقيقه، استعلام من جهات رسميه اثرت في الدليل بالنسبه للشاهد واثرت بالنسبه للسياره اللي جابت المجني عليهم. يبقى انت هنا القضيه بقى الصوره الجديده اللي بعد التحقيق انت هتبدا دفاعك عليه. هتبدا دفاعك عليه. طيب نبدا احنا بقى دفاعنا ازاي؟ هنكتب دفوع هي بتاعت القضيه تعدي عن النفس تبقى. احنا عندنا هنا النيابه مقدمها مصفى الاضطراب والتراصم والاقتران والضرب المشدد. يبقى هنقول الدفع الاولاني اندفاع ظرف سبق الاصرار. اندفاع ظرف سبق الاصرار. اندفاع ظرف سبق الاصرار والتراصم طبقا لما هو ثابت بادله الدعوه القوليه والماديه. لان خلي بالك بقى اللي انا بقوله ده يتكتب بالكلمه. ده ظرف سبق الاصرار صح اللي هتضرب بيه في المحكمه. لان سبق الاصرار حاله ذهنيه. تعريف سبق الاصرار بقى حاله ذهنيه. حاله ذهنيه تقوم بنفس الجانب. تقوم بنفس الجانب. فلا يستطيع احد. فلا يستطيع احد أن يشهد بها مباشرة. أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد
من وقائع خارجية يستخلصها القاضي، منها استخلاصا. ما دام موجب هذه الوقائع، والظروف لا يتنافر عقلا، مع هذا الاستخلاص. واشترط، اقول بالراحه طبعا انت كاتب لغايه فين؟ يستخلصها القاضي منه استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا، مع هذا الاستخلاص بتاع المحكمه، ماشي. ويشترط لتوافر، اللي هو سبق الاثار في حق الجاني، يشترط التوافر في حق الجاني ان يكون في حاله مهمه بقى، ان يكون في حاله يتسنى له فيها التفكير، في عمله، والتصميم عليه، في روية وهدوء، وأن يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة، ورسم خطة تنفيذها، بعيدا عن ثورة الانفعال، ده ايه؟ من الاول كده كويس؟ اكمل؟ طيب هنا بقى، طب الكلام ده احنا قلنا ده شروط توافر السبق الاصرار اللي المبدا القانوني اللي بيعلو القانون اللي هو مبادئ محكمه النقض. انا بقى وانا اتحقق بعيدا عن ثوره الانفعال. ليه؟ يكون ما فيش هو ما فيش ثوره انفعال وما فيش غضب وما فيش انفعال؟ القانون قال كده، عشان احاسب الراجل ده، عشان اعدمه، ما انا هعدمه، ما هو المحكمه هتعدمه اذا توافر ده، المحكمه هتنظر الحكم بالاعدام، فده لازم يتحقق قدام المحكمه. ليه بقى؟ بعد كده قال لك ايه؟ لا ان تكون الجريمه، خلي بالك بقى الاجابه، لا ان تكون الجريمه وليده الدفعه الاولى، في نفس جاشت بالغضب، وجمح بها الغضب، حتى خرج صاحبها عن طوره. تاني اقول؟ وجمح، طيب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره. فالجاني الذي خلي بالكم، يقارف القتل، يرتكب القتل يعني، مدفوعا بعامل الغضب والانفعال، يعد مرتكبا لجريمة القتل العمد من غير سبق الإصرار أو الترصد. حلوة كده؟ أقول تاني؟ طيب أنا هقول المعنى، أنا قلته أهو. الجاني الذي يقارف القتل مدفوعا بعامل الغضب والانفعال، يعد مرتكبا لجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار،
بخلاف ما إذا كان قد أقدم على القتل وهو هادئ البال. خلي بالك احنا قلنا مدفوعا بالغضب والانفعال والكلام ده كله، ده ما يعتبرش ايه مرتكب لجريمه صفقه خفيه، مش فاضل في المشاد. انما لو كان هادئ البال وبكامل ارادته وبيفكر وهو بكامل حريته وخد وقته وما فيش اي متاثرات عليه، يبقى هنا بقى في صفقه اصرار وفي ظروف مشدده. انما لو كان مدفوعا بعامل الغضب والانفعال ومتأثر بأي ظروف، وكان ايه التفكير ده جه عرضي، مفيش وقت ان هو ياخد وقت تفكير عشان افكر واعد وانفذ ازاي وخطه الجريمه ازاي ووسائل تنفيذها ازاي ومين اللي حق كده، ويبقى انا برتكب الفعل ده اللي مفيش حد يوصل لحقيقه وجوده في الواقعه الا القاضي، بس بشرط أن يكون هناك أمارات ودلائل في الدعوة تؤكد توافر صفقة الإصدار والترصد اللي هو الظرف المشدد. هنا احنا قلنا الظرف المشدد إيه؟ وقلنا صفقة الإصدار إيه؟ وقلنا إمتى يبقى فيه صفقة إصرار؟ وقلنا ما يبقاش فيه صفقة إصرار. ولو ما فيش صفقة إصرار يبقى احنا بصدد جريمة قتل عمد. بس. هتتكلم في حاجات تانية فيه. لما احنا كده عرفنا صفقة الإصرار وعرفنا ازاي شروط صفقة الإصرار، وقلنا لو ودي قلنا يبقى ده الدفع الاولاني. الدفع الثاني ودفع الحاضر مع التأمين بانتفاء ظرف الاقتران ودفع باتفاق ظرف الاقتران لعدم وجود ما يبرره في الأوراق، وكذلك عدم توافر شروط الاقتران طبقا لما هو ثابت بالأوراق وبأدلة السجون، لأن يشترط لإعمال ظرف الاقتران، خلي بالك يشترط لإعمال ظرف الاقتران أن يكون الجاني مسؤولا، اكتب بقى، يشترط لإعمال ظرف الاقتران أن يكون الجاني مسؤولا عن الجنايتين، زي ما هنا كده في جنايتين، مسؤولا عن الجنايتين، وتكتب أنا بقول أنا بتكلم بالراحة بالظبط، ده أنا بنمل املو يشترط لإعمال ظرف الإقتران أن يكون الجاني مسؤولا عن الجنايتين الأصلية والمقترنة، مسؤول عنهم الاثنين عشان يبقى فيه ظرف الإقتران متحقق فيه حقه وفقا للقواعد العامة لقيام هذه المسؤولية، كأن يكون الجاني فاعلا للجنايتين، هتفهم كأن يكون الاقتران، خلي بالك كأن يكون الجاني فاعلا للجنايتين، خلي بالك خلصنا دي، أو فاعلا في إحداهما وشريكا في الأخرى، أو فاعلا في إحداهما وشريكا في الأخرى، أو شريكا في الأخرى، أو يكون فاعلا في إحداهما أو شريكا في الأخرى، أو شريكا في الجنايتين معا الاثنين لسه جاي، أو فاعلا أو شريكا في إحداهما برضه، وتكون الجريمة الأخرى نتيجة محتملة لها، خلي بالك نتيجة محتملة مش متوقعة، نتيجة محتملة لها أو تكون الجريمة نتيجة محتملة لها، فإذا لم يكن الجاني مسؤولا عن الجنايتين فإن ظرف الاقتران
يكون منتفيا، فإن ظرف الاضطرار يكون منتفيا. ده الظرف الترسل هو ده الاضطرار، ده الدافعين. طيب الدافع الثالث بقى، ده الدفوع بتاعة القضية بقى، دفاع. أو دفع بأن الدفاع الحاضر مع المتهم، دفع بأن الأدلة القولية تجزم بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل الاتهام جملة وتفصيل، طبقا لما جاء بأقوال والدي المجني عليهما. انت قاعد لغايه فين؟ الدفع الاول، اقول الدفع ده دفع بان الادله القوليه والماديه تجزم بانتفاء صله المتهمين بالواقعه محل الاتهام جمله وتفصيلا، طبقا لما جاء باقوال والدي المجني عليهما اصحاب المصلحه في الاتهام، في الاتهام لانهم لم يروا الواقعه او القائم بالتعدي على المجني عليهما، مؤكدين انه لا توجد خلافات، الكلام ده في المحكمة، لا توجد خلافات بين المتهم والمجني عليهما طبقا لما جاء بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة. ثالثا دفع عدم الاعتداد بما جاء بأقوال شهود الإثبات لتناقضهما تناقضا يستعصي على الموائمة والتوفيق، عدم الاعتداد بأقوال شاهدي الإثبات لتناقضهما تناقضا يستعصي على الموائمة والتوفيق، وخاصة أنه يتعلق بجوهرية ومضمون الدليل، وأن أي منهما لم يشاهد الواقعة طبقا لما هو سابق بالأوراق. نعم. آخر حاجة؟ أقول لك من غير شيء. الدفع كله؟ خلاص. حاولت عدم الاعتداد بما جاء بأقوال شهود الإثبات لتناقضهما تناقضا يستعصي على الموائمة والتوفيق، وخاصة أنه يتعلق بجوهرية الدليل الموضوعي، وأن أي منهما لم يشاهد الواقع طبقا لما هو ثابت بالأوراق. خمسا خلصتوا؟ دفع بأن إقرار شاهد الإثبات، دفع بأن إقرار شاهد الإثبات بالتحقيقات أمام المحكمة بأنه لم يتواجد على مسرح الوقت ولم يشاهد أحداثه المحكمة، دفع بأن إقرار شاهد الإثبات بالتحقيقات التي أجريت أمام المحكمة بأنه لم يتواجد على مسرح الوقت ولم يشاهد أحداثها، وأن ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة كان، خلي بالك بقى من دي، كان نتيجة إجراء من الشاهد، كان نتيجة إجراء
من الشاهد، واللي مهم جدا اللي هو الإكراه المادي والإكراه المعنوي، يتعرض ليه الشاهد ويتعرض ليه المتهم. خلي بالك منه، لأنه جاء نتيجة إكراه من الشاهد الرابع اللي هو ترتيبه هنا بصفته، وقرر له جبرا الإكراه مرحب اللي هو مين؟ وقرر له جبرا بأقوال لم تحدث منه الإكراه، الإكراه المعنوي، وقرر له جبرا، جبرا عن الشاهد، وقرر له جبرا بأقوال لم تحدث منه ولكنها أبليت عليه، ولكنها أبليت عليه حتى أقر بها. خلي بالك، شوف الدفاع بقى، حتى أقر بها وسرعان ما عاد وقرر من حقيقة. قدام بقى، وسرعان ما عاد وقرر من حقيقة. خلي بالك الحكم بتاع المحكمة لما صدر، عشان تعرفوا قيمة الدفاع وانتوا ايه. حكم المحكمة سيبك من براءة، الحكم كتب في أسباب البراءة كل الدفاع اللي انت قلته في محضر الكاس بالحرف، بالحرف حكم. الحكم لما جه قلم البراءة استند لأسباب البراءة في الدفاع